السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين وبصحة وسعادة وخير وبهجة وتفاؤل وفرحة وراحة بال. النهارده يوم عرفة، ربنا يتقبل منكم الصيام والدعوات كلها يا رب، وعيد أضحى سعيد. بكرة أول أيام العيد وهنبتدي بقى الناس اللي هتضحي وهناكل لحمة وكل الحاجات الحلوة دي، وربنا يفرحنا جميعا. ايه المشكله بقى اللي بتقابلنا في استنى لو اكل لحمه؟ في بعض الناس عندها حاجه اسمها الجيوب اللثويه، لو اكل لحمه او اي حاجه فيها الياف زي مثلا الفراخ، السمك، البرتقال، الجرجير، الخيار، الفص، الخضره، ممكن يتحشر ما بين الاسنان. طب ايه هي اسباب الجيوب اللثويه دي؟ الجيوب اللثويه دي ليها اسباب كتير، ممكن سبب كده او كده، ممكن يكون في سبب مثلا ان هو في تركيبه قديمه او حشو قديم محتاج يتغير، بسبب ان في اللثه اللي جنبه تعبانه وعملت جيب في اللثه. طب ايه هو الجيب اللي في اللثه ده؟ مثال، ده معناه ان الاربطه اللي ما بين اللثه وما بين السنه تراجعت شويه وكونت حاجه اسمها دنتال بوكت او الجيب بتاع اللثه. طب ده مشاكله ايه؟ مشاكله ان هو طبعا الاكل بيتحشر فيه وبيبقى مؤذي جدا. مشاكله ان هو ممكن يعمل طعم وحش في البق، بيعمل ريحة وحشة مش كويسة، غير ان هو اكل بيتحشر بيخلي الواحد متعصب كده ومتضايق ومزاجه ما بيبقاش حلو خالص وبيتعب عبال ما بيطلعه. اسبابه ايه كمان؟ اسبابه التدخين، ان هو مفيش مواظبة على الجلسات بتاعة التنظيف بتاعة الجير، ان في تراكم للرواسب الجيرية، امراض مثلا زي السكر مش متظبط، فدي كده سبب. طيب احنا الحل ايه؟ الحل في اتنين حاجتين، في دور عليا ودور على حضرتك. اول حاجه الدور اللي على حضرتك، ان حضرتك تغسلي اسنانك 3 مرات في اليوم بطريقه صحيحه، ان هو يعمل مساج على اللثه وعلى الاسنان وتاخدي وقتك خالص في غسيل الاسنان. تاني حاجه ان هو تستخدمي المضمضه، تعملي تنظيف للجيوب اللثويه دي بالخيط الطبي اللي جاي من الصيدليه، ما تستخدمش بقى مثلا حاجه زي الخل او الدبوس او كده. لا، عدم استعمال حاجات التنظيف دي بطريقه صحيحه ممكن يعمل الجيوب اللثويه او ممكن يعمل تراجع في مثلثات اللثه اللي ما بين الاسنان اللي هي الانتر دنتال بابيلا، فبسبب ان الاكل يتحشر ما بين الاسنان. ايه كمان؟ ان احنا نستخدم المضمضه. اهم حاجه بقى الزيارات الدوريه اللي احنا قلنا عليها، اللي هي مره كل 3 شهور ل6 شهور، علشان حاجتين. اول حاجه نتشيك لو في اي مشكله، حشو قديم او تركيبه قديمه محتاجه تتغير وعامله مشكله. تاني حاجه علشان نعمل ازاله للرواسب الجيريه والبلاك اللي متراكم على الاسنان. وكمان الجيوب دي بيتعمل لها حاجه اسمها كحك مانوال او كريتاج، عشان بننظفها وبنشيل كل الانسجه الملتهبه دي، وبنعمل كمان تنظيف بالجهاز الالتراسونيك سكيلر، بيعمل موجات فوق صوتيه، بيعمل ازاله للبلاك والرواسب الجيريه اللي موجوده على الاسنان. وبكده اللثه تبقى صحيه وتبقى في كامل صحتها. اللثه بس وظيفتها طبعا مهمه جدا، من الانسجه الداعمه للسنه، بس هي ليها وظيفه كمان ثانيه، وظيفه جماليه، لان هي اللثه هي البرواز بتاع الابتسامه بتاعتنا، ولو البرواز فيه مشكله الابتسامه كلها باظت. كل سنه وانتم طيبين ودمتم سالمين.